سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحتكم بخير، وان شاء الله نلقاكم هلا فيديو بصحه جيده. اليوم حنديروا هذا البنيون بحله جديده، راح تعجبكم بزاف. تبعوا معايا المقادير، بزاف بنين بلا مول، ما تحقوش طابع في هذا الكاطو وبزاف هايل. تبعوا معايا المقادير. واش نسحقوا؟ نسحقوا كيله تاع كاطو يكون نوعيه مليحه. الكاطو اللي ديروه نوعيه مليحه اللي يتباع برا. درت كيله مثلا ديروا 200 غرام، حديروا معاهم 200 غرام واحد اخرى تاع اي مكسرات عندكم. مثلا حنديروا 200 غرام تاع كاطو، ديروا معاهم 200 غرام تاع كاوكاو، وتعاودوا ترحوهم مع بعض. نعاودوا نرحوهم غبره. كي نعاودوا نرحوهم كيما راكو تشوفوا يولوا لنا غبره. علاش؟ البنيون قد ما نرحولو هذوك المكسرات واللي نستعملوهم مليح قد ما يساعدنا في الخدمه، سورتو كي يكون هذا النوع من البنيون اللي يكون بلا مول وبلا طابع يعني. وهنايا زدت درت كيله تاع جوز. الجوز يعطيهم هذيك الزيت اللي تخليهم يتلموا لي في يدي. سينو شوفوا انا الكيله الدوزيام درتها لوز، قلت لكم بلي عندي خويا عنده حساسيه من الكاوكاو. بصح تقدروا ديروا كيله تاع كاطو، كيله تاع كاوكاو، وتزيدوا معها كيله تاع جوز. وانا في وقته ما راهوش غالي بزاف، ديكم بزاف هايله. الجوز يمد لنا هذيك الزيت اللي تخليهم يتماسكوا. هنا زدت كميه من الشوكولا تاع الحليب ولا مغرف تاع كاكاو، ودرت واحد 100 غرام تاع شوكولا سوداء قطعتها صغيره. شوكولا سوداء ماشي بالحليب باش ما يجيش الخليط ديالكم بزاف حلو. ومن بعد واش حنزيد؟ نزيد زوج ملاعق صغار اللي هو ملعقه كبيره تاع الزبده. دائما باش تخلي لكم هذاك الخليط تاع الكويديكم طري، ديروا دائما الزبده ما تنساوهاش في البنيون، يعني مهمه بزاف. ومن بعد كملوا لموا بالتوفيا كراميل ولا بالكراميل ولا بالشوكولا تختيني، هذيك تولي ليكم نتوما واش حبيتوا. لموا باش الخليط تاعكم يجيكم معسل وما تخلوهش ناشف بزاف. كثروا كميه تاع الشوكولا ولا تاع النسلي ولا تاع التوفيا اللي تلموا بها. نخلط قبل الخليط ديالي مليح مليح. وهذيك شوكولا شحال عندها دور كبير، هايله بزاف. كي تعضوا تصيبوها يعني غاف بنينه. هنا قلت لكم انا لميت بالكراميل. تحبوا توفيا كراميل ترجعوها كراميل بيغسال، يزيدوا لها الملح ولا سال دو فلور. مي تقدروا الملح يوفي بالغرض، يمد لكم بالنهايله تاع ملوحيه مع حلاوه، مدي شغل حلاوه برك. هنا دائما انا شوفوا في وصفاتي نعتمد على يعني تعادل في الادواق، ما نروحش نخلط ندير حلاوه غير نزيد لا لا نورمال، لازم الحلاوه تكون معتدله. هنا خديت سنيوه درت لها بابي فيلم وراح نسقم. الكميه ديالي ماشي كبيره قد هذه السنيوه، لا لا الكميه ديالي صغيره، نسقمها غير بالعقل كما راكم تشوفوا. ندنيها هكا للطرف، نسويها مليح مليح يعني على علو واحد، وقد ما تكون طريه قد ما مليح، ماشي ترجعوها طريه بزاف، فهموني مليح. المهم طريه ماشي يابسه. ومن بعد نروح نحطها في الفريجيدير باش نقطع هذيك الكراميل، تشد روحها مع الكاطو مع هذاك الجوز مع اللوز مع كلش. كي تشد روحها مليح نحطها في الفريجيدير 3 سوايع، نغطيها كيما راكو تشوفوا. نجي باش نقطعها. تحبوا تستعملوا المسطره في التقطيع باش يجوكم الحبات كامل كيف كيف، ولي موالفه اللي موالفه تقطع تقطعوهم عادي، المهم نقطعوهم مستطيلات ماشي مربعات كيما راكو تشوفوا فيا. هكا قطعتهم الحبات، ما راهمش كبار وما راهمش صغار، يعني شكلهم عادي. هذوك من بعد نعاود نخلطهم ونعاود تاني نديرهم حبات. هنا شوفوا كيفاش ندير، شوفوا الحبه شحال راهي شابه. هنايا شوفوا من داك الكاميرا تبين لكم بلي الحبه كبيره، هي ما راهيش كبيره، الحبه راهي صغيره. سقمتهم هكا بالموس ونروح ندوب الشوكولا باش نبدا نكلاصيهم. شوكولا البيضاء نزيدو لها كميه تاع زيت، بصح ماشي كيما الشوكولا بالحليب، نزيدو لها كميه قليله معروفه هاديه. وشوكولا بالحليب نزيدو لها كميه يعني مليحه. مثلا عندنا 250 غرام تاع شوكولا بيضاء، نقدروا نزيدو لها ملعقه حتى زوج. بصح شوكولا بالحليب نزيدو لها من زوج ملاعق حتى لربعه، نقدروا نزيدو لها ربعه وتاني تجيكم بزاف 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 هايله. تحبوا شوكولا بالحليب ولا شوكولا بيضاء في زوج بنان. هاد البنيون بنا ما تقدروش تتصوروا شحال يعني شحال بنين. هنا نبدا نكلاصي الحبات. وشوكولا البيضاء نعطيكم نصيحه، ما تذوبوهاش بزاف، ما ديروهاش دايبه دايبه، خاطر تعطيكم هذاك اللون الشفاف على الحبه.
ذوبوا على بياقتكم، ما تزيدولهاش بزاف الزيت، تاني يعطيها هذاك اللون الشفاف. هنا كي كملت ندير هاد الطريقة هكا نورمال، يعني بطريقة عشوائية كيما راكم تشوفوا بالشوكولا، هنايا يبدا يجيكم يعني الشكل يحلالكم ويجيكم شباب بزاف تبغوا تشوفوا فيه. شوفوا شوكولا اولي تمد واحد لمسة هايلة. دونك انا شوفوا زينت من الفوق بحبات القهوة الحقيقية، يعني جناح القهوة. تحبوا نتوما ديروا نسكافي في شوية ما سخون وتزيدوا ديروها في الخليط تاعكم باش تعزوا يعني الذوق تاع القهوة، صح تاني تجيكم بزاف بنينة، يولي كاين في البنيون ذوق القهوة، حتجيكم بزاف بنينة. لكم الاختيار نتوما واش حبيتوا. المهم انا التزيين درتو بحبات تاع قهوة حقيقية، وكاين شوكولات تاع القهوة بصح ما رانيش دوك نصيبها، ما رانيش نصيبها، تندار في القهوة هي زعما تكونوا تشربوا في القهوة وتحطوا هذوك الحبات تاع القهوة هما شوكولا، وذوق تاعهم بزاف هايل. بصح هنا درت حبات تاع قهوة حقيقية يمدوا لكم واحد يعني منظر بزاف شباب. كي ديروا هاد البنيمون حيعجبهم بزاف، اللي ما عندهمش المول اللي يحبوا قاطو بلا فرن هذا حيوالبكم بزاف في المناسبات ان شاء الله اللي راهم جايينكم، الباك، التخرجات، هايل بزاف، حاجه بريزونطابل ماشي دائما تقليدي، نقدروا نخرجوا عليه شويه. اسناوني ان شاء الله في وصفات واحد اخرين، ما راحش نزيد نطول عليكم بزاف، صح كان عرسي غبت عليكم، ان شاء الله ما راحش نزيد نغيب عليكم بزاف، كاين بزاف وصفات جدد. اسناوني غبت شويه كي كان العرس ديالي البريباراسيون ديالي، ان شاء الله نقدر نحط لكم مقتطفات، ما نحبش حياتي الخاصه نشاركها بزاف، مي صورت مقتطفات هكا صغار نشارك معاكم، يعني باش نشاركهم معاكم، نحب حياتي الخاصه تكون بعيده على الاضواء. ان شاء الله اسناوني في وصفات واحد اخرين. مع السلامه، باي باي.